النهاردة الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري الجديد، لكن من قبل الإعلان الرسمي وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهرت مؤشرات بتأكد إننا فعلا قدام ملامح ولاية جديدة للرئيس، وإن في نية كبيرة وحقيقية للتغيير نحو الأفضل، لأن أسماء الشخصيات اللي ظهرت هي شخصيات على قدر كبير من الكفاءة والخبرات ومؤهلة بشكل حقيقي لتحقيق تطلعات المواطن اللي بيأمل حاليا في الاستقرار الاقتصادي وتصحيح أخطاء السياسات السابقة. التغيير متوقع أن يكون ليه انعكاس مباشر على الأداء الحكومي وهزيمة التحديات الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي أخطرها البيروقراطية واللي عطلت الإصلاح المؤسسي وجهود مكافحة الفساد لسنوات كاملة. وواحدة من الطرق لهزيمتها هي إدراك الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية دمج الوزارات، واللي أولا هتقلل التكلفة بتقليل أعدادها وبالتالي توفير مليارات الجنيهات، وهو الأمر اللي بيتماشى مع سياسة خفض النفقات، وثانياً مجابهة البيروقراطية بفعالية واللي كانت عملية صعبة الفترة اللي فاتت، وده بسبب تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة. يعني ممكن نقدر نقول إن التغيير الحكومي الحالي هو تغيير للسياسات أكتر منه تغيير أشخاص. التغيرات دي متوقع بنسبة كبيرة إنها تنعكس على الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين، وده إن دل على شيء فإنما يدل على إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات اللي مصر بتواجهها وإصرار على هزيمتها. القيادة السياسية مدركة لأهمية التعامل بشفافية وموضوعية، يعني متوقع من الحكومة الجديدة إنها تخلق مساحة مشتركة بينها وبين المواطن ومجلس النواب، يعني بدل ما تديهم عناوين رئيسية للي بيحصل أو للقرارات اللي بتاخدها، لا، المرة دي المواطن هيكون فعال بشكل كبير عن طريق إنه يعرف كل كبيرة وصغيرة ويبدي رأيه فيها. وأخيرا التغيير ده بيشمل أكتر من 20 وزير، والوزارات اللي تم الإعلان عن تغييرات فيها بتشمل التموين والتضامن والمالية والاستثمار والعدل والأوقاف وكمان التعليم والطيران والكهرباء والبترول والخارجية.